إن المادتين 20 و 33 من القانون 95 المشار إليهما في سؤالكم السيد النائب جاءتا في طابع عام ولم تكلف صراحة قطاع التجارة أو أعوان الرقابة التابعين لوزارة التجارة بمعاينة هذه المخالفات أو توقيع العقوبات على مرتكبيها باعتبارها غير متعلقة بالنظام التجاري. كما نص هذا القانون على إنشاء عدة هيئات للتنفيذ والمتابعة والدعم على غرار الهيئات الوطنية للتنفيذ، مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية، المجمع الجزائري للغة العربية، وكذا المجلس الأعلى للغة العربية الذي يتولى متابعة تطبيق أحكام هذا القانون والتنسيق بين مختلف الهيئات المشرفة على هذه العملية. إن القوانين الأساسية المنظمة للنشاط التجاري في الجزائر والمتصلة بقطاع التجارة كالقانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، القانون المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية والقانون المتعلق بالمنافسة لا تشتمل على أحكام تلزم التجار بكتابة العناوين، اللافتات، الشعارات أو اللوحات الإشهارية باللغة العربية. إن المادتين 20 و 33 من القانون 95 المشار إليهما في سؤالكم السيد النائب جاءتا في طابع عام ولم تكلف صراحة قطاع التجارة أو أعوان الرقابة التابعين لوزارة التجارة بمعاينة هذه المخالفات أو توقيع العقوبات على مرتكبيها باعتبارها غير متعلقة بالنظام التجاري. كما نص هذا القانون على إنشاء عدة هيئات للتنفيذ والمتابعة والدعم على غرار الهيئات الوطنية للتنفيذ، مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية، المجمع الجزائري للغة العربية، وكذا المجلس الأعلى للغة العربية الذي يتولى متابعة تطبيق أحكام هذا القانون والتنسيق بين مختلف الهيئات المشرفة على هذه العملية. إن القوانين الأساسية المنظمة للنشاط التجاري في الجزائر والمتصلة بقطاع التجارة كالقانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، القانون المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية والقانون المتعلق بالمنافسة لا تشتمل على أحكام تلزم التجار بكتابة العناوين، اللافتات، الشعارات أو اللوحات الإشهارية باللغة العربية.